نصائح تساعد على الصحصحة في رمضان. 16 نصيحة. الأولى: تجنب الأطعمة المسببة لاضطرابات الهضم، التقلية بقى والأكل المسبك والكريمة وهكذا. النصيحة الثانية: الجلوس لفترة قصيرة في الشمس. الثالثة: إننا نتحرك جوه البيت شوي. الرابعة: ننام نوم إضافي لفترة قصيرة الصبح، يعني نصحى متأخر سنة ده لو ينفع يعني. الخامس: التنفس العميق، ناخد شهيق ونطلع زفير. نعمل الحكاية دي 3 دقايق، الحكاية دي بتخلي الواحد يصحصح. النصيحة السادسة: نتجنب مصادر القلق والتوتر، أيا كانوا بقى أشخاص، أخبار، وسائل تواصل، المهم نتجنبهم. النصيحة السابعة: استحضار الضحك، افتكروا حاجات تضحكوا، اتفرجوا على حاجات تضحكوا. النصيحة الثامنة: محاولة نوم وسط اليوم، يعني نحاول ننام الظهر شوية ولو فترة قصيرة، ما تزيدش حتى عن نص ساعة. النصيحة التاسعة: إننا ناخد دش بمية باردة، بلاش برد، خدها بمية فترة. النصيحة العاشرة: إننا نلعب مع الأطفال، لو في أطفال في البيت يعني نلعب معاهم كده. النصيحة الحداشر: نريح عينينا شوية، راحة العينين إن إحنا نغمضها 10 دقايق بس، إحنا نقعد كده ساكتين ومغمضين 10 دقايق. النصيحة الـ12: الكلام مع اللي في البيت، اتكلموا مع اللي في البيت، اتكلموا مع بعض، اتكلم مع مراتك، اتكلم مع اولادك، اتكلمي مع زوجك، مع اولادك. النصيحه الـ13: نستمع للاصوات بقوتها العاديه، يعني بلاش مثلا حكايه ان احنا نشغل التلفزيون بس نوطي الصوت او نخلي الصوت واطي، لا ده بيخلي الناس تنام مش تصحى. النصيحه الـ14: نقلل النظر لشاشات التليفون. اما النصيحه الـ15 فهي ان احنا نعمل رياضه خفيفه. زي ايه الرياضه الخفيفه؟ زي المشي مثلا، المشي رياضه مثاليه. النصيحه الـ16 والاخيره: اننا نتكلم مع بعض قدام ولادنا عن ذكرياتنا الجميله بشكل عام وذكرياتنا الحلوة في رمضان بشكل خاص.